امرؤ القيس الكندي. أبدع امرؤ القيس في صنع الصور الخيالية، فالليل صوره في صورة حيوان وهمي له ظهر وعجز وكلكل، وحصانه قطعة حجر دحرجها السيل من علي. لذلك اقتفى الشعراء هذا الأسلوب الرائد لامرئ القيس وقلدوه. قال امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل.